هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالفيديو اليوم قديش اشتقت لكم، والله العظيم اشتقت لكم كتير كتير كتير. اليوم هو يمكن 10 يوم انا مش منزله اي شيء عندي على اليوتيوب. صراحه هاي الفتره كانت يمكن فتره كتير طويله بالنسبه لي انه انا ما انزل اي فيديو على اليوتيوب عندي، عشان انا متعوده ومعودتكم انه انا على طول انزل. فكل البنات اللي سالوا عني وقالوا لي اذا انا منيحه ولا مش منيحه، الحمد لله شكرا كتير كتير على سؤالكم، انا كتير منيحه. بس الاسبوع الماضي كان صراحه اسبوع كتير مجنون، صارت معي شغلات كتير غريبه. اول شيء حادث سياره، تخيلوا انا كنت واقفه في الاشاره عادي والسياره اللي وراي فجاه تجي تخبطني. الحمد لله الحمد لله مليون مرة كنت مع ماما، الحمد لله ما صار فينا أي شيء. السيارة أوكي شوي بس الحمد لله يعني في الحديد ولا فينا. جد بنات جد 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 التزموا بأنه أنتوا تلبسوا حزام الأمان وأنتوا بتسوقوا أو أنتوا بالسيارة، لأنه عن جد بيحمي. عن تجربة بحكي لكم إياها، تخيلوا مرة أنا سويت حادث، كنت لابسة حزام الأمان وعندي الترقوة انكسرت، سو أنا عندي هون كتفي الترقوة مكسورة من قبل. فتخيلوا هاي وأنا لابسة حزام الأمان، تخيلوا لو أنا ما كنت لابسة حزام الأمان كان عادي راسي يكون يخبط في الأزاز وتصير مصايب. تاني شغلة صارت معي هو إنه فجأة out of nowhere والله العظيم اللابتوب تبعي الشاشة تبعته انكسرت. لا تسألوني كيف، فجأة ما خبط بشي، ما وقع ولا أي شيء. الحمد لله الحمد لله وديته على التصليح، أخذ تقريبا أسبوع، فعشان هيك أنا ما كنت قادرة أصلا أنا أسوي editing لأي فيديو عندي. الحمد لله ألف مرة أنا بخير وأنتم بخير، واشتقت لكم وبحبكم كتير، وشكرا لأي واحدة سألت عني، عن جد كتير بحبكم. رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو هذا كان عبارة عن فكرة صغيرة أجتني بنص الليل، الساعة 1:30 بالليل خطرت لي هاي الفكرة وقلت خليني على طول أحطها على الستوري عندي علشان تساعدوني فيها. واللي هي إنه خليت الفولوورز تبعوني او متابعيني نسقوا لي لبسات من شي ان. انا كثير كثير بحب شي ان، وهذا الفيديو مش اعلان ابدا ابدا ابدا، هذا الفيديو انا يعني انا من نفسي كنت حابه الفكره وقلت انه انا بدي اسويها، بالذات لانه شي ان هم يعني تقريبا اشهر موقع للملابس والكل ممكن هو يعني يدخل عليه، فقلت خليني انا اسوي هذا الشيء وتبعتوا لي لبسات، تنسقوا لي لبسات واختارهم انا اشتريهم واشوف شو رايي فيهم، حبيتهم ما حبيتهم، لابقين مش لابقين وهذا كلياته. ففعلا انا سويت هذا الشيء وانتم بعتوا لي لبسات كثير كثير حلوه، نقيت منهم تقريبا 5 أو 6 لبسات مش كثير متاكده، بس هم وصلوني. اوكي سو البوكس كتير كبير، خليني افرجكم اياه. واخيرا وصلت الكرتون اللي فيها طلبياتكم، جدا متحمسه انه انا اطلعهم واكويهم وافرجكم اياهم. شوفوا قديش كبيره كل هاي طلبياتكم، كتير شغلات، شوزات وشنط وهذا كله. ف خليني اطلعهم اغسلهم اكويهم ونبلش باللبسات. اوكي سو انا كثير جد 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 كثير متحمسه انه انا اقيس معكم الاواعي. امبارح على طول اول ما وصلوني غسلتهم وكويتهم وهيهم جاهزين عندي هلا عشان اصورهم معكم بالفيديو. سو رح نبلش اول شيء باول تنسيق، البنت اسمها امنه. سو هذا هو التنسيق، بجنن بجنن، بس انا عندي احساس كثير كبير انه ما رح يلبق لجسمي، ما بعرف ليه، خصوصا انا هلا زايده، فانا حاسه انه ما رح يلبق لجسمي، بس اتمنى يا رب يا رب انه يكون حلو. اخترت لي هاي السويتر مع هذا البنطلون مع هذا الكوت، وقالت لي الشوز عادي اختار اللي بدي اياه، وما اختارت لي الشيله، فاي ثينك انه انا رح اختار الشيله على كيفي. يلا خلينا نقيسه. اوكي سو في عندنا هاي هي اول لبسه، شوفوا لبست معها هذا الشوز تبع زارا، كثير حبيت تدرج الالوان، جدا عاجبني انه هي ركزت على مثلا درجات البني والبيج، كثير كثير حبيت هذا الشيء. سو اللبسه الاولى بعطيها 8/10، مش علشان شيء بس علشان انا يمكن جسمي ما كثير بيلبق له هاي الملابس، بتمتني اكثر، بغض النظر عن انه انا هلا شوي زايد وزني، بس فعلا انا جسمي يعني بتحسوا غريب، يعني حتى لو قد ما نحفت ستيل بضلني في لبس مثلا بمتني، الكل هيك اتوقع. خليني ادخلكم شوي على التفاصيل. على فكره يا جماعه انا في عندي كود خصم لشي ان، بس هذا مش معناته انه الفيديو هذا اعلان، هو مش اعلان ابدا، بس لانه انا اوريدي في عندي كود خصم لهم، اذا حابين تستخدموه يعني عشان انتم تستفيدوا، ولا انا مو يعني مو اعلان. اوكي سو خليني شوي افرجيكم تفاصيل الملابس. اول شيء عندنا هذا السويتر، هو كتير تقيل، اوكي يعني شغل شتا شتا. عندنا هذا الكوت اللي هي اختارت لي اياه، سو الحلو فيه انه هو من هون في هاي، من هون ما في، سو معطيها زي حركه حلوه، في له جيوب وفي له ازرار، طبعا يعني شو طبيعي. اوكي الكم نفس هيك، بنحط له حزام
بالنسبة للبنطلون، هذا هو البنطلون بني واسع عادي، والشوز قلت لكم من زارا، والبس معه هاي الشيلة كمان من درجات البيج. اوكي، التنسيق الثاني لبنت مش عارفة اقرا اسمها، شهرات او شوشو داميري، ما بعرف. المهم هذا هو اسمها، انا اسفة انا ما عارفة اقرا اسمك. سو هي شو اختارت لي؟ اختارت لي اول شيء هذا الليذر جاكيت او الجاكيت الجلد، مع هاي البلوزة الهاي نيك او التيرتل نيك، مع البنطلون هذا لونه بجنن، مع هاي الشنطة او هاي الشنطة، صراحة انا اخترت هاي الشنطة حبيتها اكتر، مع هذا البوت. اوكي، انا بصراحه كثير حبيت لما تخيلت اللبسه هيك كثير حبيتها. يا ترى اختارت لي شيله ولا لا؟ اي ثينك لا. اوكي، سو هاي كمان انا راح اختار الشيله اللي بدي اياها فيها، يلا نجربها. البنطلون ابدا 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 مش لابق لي، يعني حاسه انه شوفوا البنطلون ابدا 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 مو مرتب، ابدا ما عجبني، مطلع شكل جسمي غريب. والله العظيم طلع شكل جسمي جدا غريب، مو حلو يعني هيك من هون. شوفوا يعني ما بعرف، ما حبيته ابدا، ما حسيته مناسب لانه البلوزه كثير قصيره، يعني ما زبط لي ابدا 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 ابدا، طلع شكل جسمي غريب كانه هيك هرم. هو نفسه هيك مش مرتب، حسيت قصه البنطلون ابدا مش مرتبه، ما بعرف، ما حبيت هاي القطعه ابدا من شيء. بس خلينا نتكلم، الليذر جاكيت حلو صراحه، فخم يعني، كواليتي تبعه كانكم مشترين من زارا او هيك شيء. الشنطه كثير عجبتني، كثير 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 عجبتني فوق ما بتتخيلوا. غير هيك عاد الشوز جدا صغير، يعني انا مشتريه مقاسي وكثير كثير صغير، حاسه انه انا اصابعي حيتكسروا، سو ما حبيت كواليتي الشوز ابدا. سو اللبسه بعطيها اوفر اول، لو مش لإلي انا بعطيها 7 من 10، بس عشاني انا لابسها ومش مرتاحه فيها، مش لابقه لجسمي، بعطيها 2 من 10. اللبسه الثالثه لبنت اسمها مريم كرايم. سو هاي البنت بعتت لي كمان لبسه كثير كلاسي وكثير حبيتها. بعتت لي اول شيء هذا الفيست الاسود بدون القميص، مع القميص اللي تحته، مع هذا البنطلون الجلد، ولو اني انا مش كثير حابه انه طلبته، بس مش كثير حابه انه انا البس بنطلون جلد، لانه بحس انه يعني ما بعرف، بس بحس انه مش كتير مناسب للمحجبات. بس انا رح اشوف صراحه طول القميص، لو القميص طويل كتير ممكن انا البسه. حطت لي كمان هذا الحزام، اختارت لي كمان هذا السنيكرز مع هاي الشنطه، مع شال اصفر. سو شال اصفر غريبه علي، بعمري ما لبست شال اصفر صراحه، ما بحب انه انا الون بالشيلات، يعني خلص انا دائما بحب الالوان الاساسيه، درجات الرمادي، ابيض، اسود، هاي هي البيج. بس خلينا نشوف، يلا خلينا نقيسها. اوكي، سو انا كثير عجبتني لبسي، بس في عندي مشكلتين فيها. اول مشكله هو انه الحزام كثير كبير وما في خزق، فرح اضطر انه انا استخدم حزام ثاني من عندي. ثاني مشكله هي انه للاسف طلع ما في عندي شيله صفراء، انا كثير متضايقه، بس لبست شيله بيج. اوكي، سو هذا هو القميص، كثير حلو. الشوز بجنن، بس اتوقع انه هذا مش هو نفسه اللي هي اختارت لي اياه، عشان كمان اللي اختارت لي اياه ما كان في سايزي، فجبت هذا واتوقع كثير بيشبهه، فاي ثينك عادي. الشنطه كمان كثير عجبتني. خليني هلا قاعده احكي لكم عن الشغلات اللي ما عجبتني فيها. اول شغله ما عجبتني هي الفتحه، لانه هي ما بتلبق لجسمي، انا جسمي جاي بتكون مناطق تراكم الدهون عندي من تحت، من عند الخصر وتحت، فهاي تعطي إيحاء إنه أصلاً هاي المنطقة أعرض. اللبسة كلياتها صراحة بشكل عام حلوة، بس لو أنا رح أنسقها رح أنسقها يمكن بطريقة مختلفة عن هاي شوي، وخصوصاً عشان هاي الفتحة، ولأنه أنا قايلت لكم أنا وزني زايد للأسف، علشان صار عندي شوية ظروف فوزني زاد غصب عني. بشكل عام بعطي هاي اللبسة 6.5/10. اللبسة اللي بعدها لهي البنت مش حاطة اسمها، بس هذا هو اليوزر نيم تبعها. اختارت لي اول شيء الاكسسوريز هاي اللي بتجنن، مع هذا البنطلون وهاد الجاكيت والسنيكرز والشنطة والبلوزة الهاي نيك البيضة. اوكي، سو هاي اللبسة كان في عندي فيها مشكلة، هو انه السنيكرز انا كنت راح اموت عليه، بس للأسف ما في حجمي، ما كان قياس رجلي منتهي، فاضطريت انه انا اجيب واحد تاني، فانا رح البسه مع اللي جبته الاول تبع اللبسه تبعت مريم، عشان للاسف مع انه جد 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 بجنن ببكي. سو خلينا نقيسه. مين بلون هاد؟ اوكي اوكي اوكي، لحظه، الجاكيت كثير كبير، ستيل كتير كتير كبير. الشنطة حلوة، بس التشين الكواليتي تبعها مش كتير 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 حلو.
البنطلون كمان بصراحة حلو حبيته. الشوز هو نفسه. هاللبسات بطلعوا بيجننوا بس على بنات وزنهم 40 44 ماكس. بس الفكرة أقسم بالله حلوة جد 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 حلوة. هو بس الجاكيت أنا استغربت منه عشانه كتير 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 كبير منفوخ، بس والله حلوة. ممكن بعطيها 7.5/10 كتير عجبتني صراحة. يعني اللبسة اللي قبل الأخيرة لبنت اسمها آية بعتت لي أو اختارت لي هذا البنطلون مع هذا القميص الأبيض مع هذا الكوت ومع شيلة أتوقع إنها بيج، مش عارفة حشوف اللي وصلني مع هذا البوت. سو البوت هذا صراحة شيء كتير 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 جريء بالنسبة لإلي، يعني ما بحس إنه أنا ممكن ألبس هيك شيء بحياتي. ممكن بعدين ما بعرف إذا تغيرت وجهة نظري، بس هلأ بحس إنه كتير أوفر علي، بس يمكن يعجبني خليني أقيسه. هاي هي اللبسة قبل الأخيرة. كتير حبيت الكوت، حبيت البنطلون بس ما حبيت الأبيض معاهم. يعني اول شيء البوتس ابدا ابدا ما حبيته، يعني حسيته هيك، يعني حسيته مش لابق مع اللبسه. القميص الابيض حسيت لو انه هي مكمله بدرجات البني الغامق او الاسود، عشان حتى الزرار كان ممكن اللبسه تطلع فخمه اكثر. بدي احاول انه انا اشيل البوت من البنطلون، يعني اطلع البنطلون برا بلكي صار احلى دقيقه. اوكي شوفوا هيك صار كتير احلى وارقى الشكل من تحت. بس شغله صراحه انصدمت منها، كتير البوت مريح. كل شيء حبيته بهاللبسة ما عدا القميص الأبيض. هاي بعطيها 7/10 كمان. هلأ عاد خلينا نجي لآخر لبسة من تنسيق بنت اسمها نور بن حماد. سو التنسيق كتير هيك كلاسي وراقي. أول شيء اخترت لهي التنورة. أوكي التنورة هيك كتير فخمة مع هاي البلوزة جاية هاي نيك كمان مع هذا الكعب. الكعب هذا أنا لما شفته مبارح كان بدي أبكي جد جد، بجنن عم بجنن على الطبيعة. مع هذا الشال بس قالت لي ألفها على شكل تيربن. سو أول مرة واحدة تختار لي شال وتقول لي شو أسوي فيه. صراحة كتير مبسطة من هالحركة، ثانك يو نور عن جد. خلينا نقيسها يلا، كتير كتير متحمسة على آخر لبسة بصراحة، حسيتها هيك كتير شغل أميرات. يلا نقيسها. وهاي هي آخر لبسة، شوفوا ما احلاها. كتير 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 عجبتني التنورة والبلوزة كمان، بس في عندي تعليق بسيط. اول شيء هو الشال اللي هي كانت مختارت لي اياه كان فيه لمعة، اتوقع ان هي ما كانت منتبهة على هذا الشيء لانه اصلا ما كان مبين بالصورة. غير هيك لو انا مكانها اللبسة لهون، يعني من هون للتنورة بتجنن. بس الشوز شوفوا ما احلى الشوز اصلا، بس الشوز سيلفر وهاي او اللبسة كلياتها بدرجات البيج او الذهبي. فانا لو انا كنت رح البس مثلا ممكن شوز ذهبي او بيج او جاي على او ممكن حتى اسود، بس ما رح اقرب ابدا على السيلفر. اللبسة هيك لهون انا بعطيها 9/10 جد جد. كتير 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 عجبتني. لو انا كنت بس رح اغير الماتيريال تبعت الشال او رح اضبط التيربن اكتر عشان مش عارفة الفه منيح عشان هاي الماتيريال بتتزحلق، بس غير هيك بصراحة اللبسة هاي بعطيها 9/10. اكتر لبسة عجبتني هي هاي والاولى، الاولى كمان كتير 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 حبيتها. شوفوا البلوزة كيف بتجنن مخمل، والتنورة جدا فخمة جدا فخمة. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. خبروني تحت بالكومنتس شو اكتر لبسة حبيتوها، قولولي مين اللي فازت بهاي المسابقة، وقولولي اذا بدكم كمان انه انا اسوي جزء تاني وجزء ثالث ورابع وعاشر من هاي السلسلة. صراحة رح اكون كتير كتير مبسوطة فيها. شكرا كتير لكل البنات اللي شاركوا معي. انا اسفة انه انا ما قدرت اخذكم كلياتكم، بس عن جد وصلتني كتير كتير شغلات، واكيد ما رح اقدر انه انا اطلب مليون بنطلون وبلوزة، فاهمين؟ فان شاء الله رح اترككم للاجزاء الثانية اذا عجبتكم هاي الفكرة أو إذا عجبكم هذا الفيديو. بحبكم كتير كتير كتير. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسوولي لايك وسبسكرايب وكومنت، ويلا باي.